السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اصدقائي الاعزاء؟ How are you doing today؟ ان شاء الله فيديو النهارده تكمله للانجليش ايديومز، المصطلحات المشهوره في اللغه الانجليزيه، بحيث بين اكتر احترافيه في تحدث اللغه الانجليزيه. فيلا بينا نتعرف النهارده على مصطلحين جداد، والفكره بتاعت الفيديو بتاعتنا عباره عن هديكم نبذه عن صديق ليا اسمه محمد. تعالوا نشوف اقول عنه ايه. تعالوا بينا، ليتس جو. Well, I have a friend of mine called Muhammad who is as sharp as a tack. He always gets his work done in a brilliant way. Recently, I was about to make a fatal mistake at my work, but fortunately, he managed to save the day. Thanks, Muhammad. طبعا في المقدمة الخاصة بصديقي محمد انا بقول ان هو شخص من الاشخاص المقربين ليا وشخص حاد ذكاء، ودي اول مصطلح هنقوله النهاردة، as sharp as a tack. وتجملة للكلام، حديثا كنت على وشك ان انا اعمل خطأ في شغلي، خطأ يعني كبير جدا، ولكن هو منع الحاجة ديت او المشكلة ديت ان هي تحدث. ده ترجمة للي أنا قلته من شوية. تعالوا بقى نمسك المصطلحات ونشرحهم بالتفصيل. طبعا المصطلح الأولاني as sharp as a tack means معناها يعني حاد ذكاء، يعني عنده قدرة على حل المشكلات، فهو ذكي جدا، بيقدر ينجز أعماله بشكل يعني كويس جدا. As sharp as a tack. لو نيجي نترجمها ككلمات منفصلة مش هتدينها المعنى، فلذلك هو مصطلح على بعضه معناه حد ذكاء أو له قدرة على التعامل مع المشكلات أو له قدرة من قدرة ذهنية على التعامل في الحياة عموما. As sharp، sharp لو ترجمناها لوحدها معناها حاد، as a tack، tack يعني مسمار، يعني حد زي المسمار. طبعا مش هنترجمها بشكل ده، ولكن زي ما اتفقنا قبل كده المصطلحات تترجم ككل وليست ككلمات منفردة. فأول مصطلح معانا as sharp as a tack معناها حد ذكاء. مصطلح معانا النهاردة التاني هو save the day. save the day لو ترجمناها كلمات منفصلة، save يعني ينقذ، the day يعني اليوم، ولكن المعنى بتاعها هو يمنع شيء كارثي ان هو يحدث او يمنع مشكلة ان هي تحدث. فأنا لما عملت مشكلة في الشغل فهو قدر save the day، قدر يحل المشكلة أو يمنع أن المشكلة دي أصلاً إيه تحصل من الأساس. يبقى كده عندي مصطلحين، as sharp as a tack للمصطلح save the day. خلي بالكم منهم، عايز الناس تطبقها عملي وتستخدمها في الحياة عموما. إلى هنا انتهى الفيديو بتاعنا. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. See ya.